بل قال انه حتى معناها نواب معناها من حركة النهضة قاعدين نسعى باش نجيبوهم معناها في التصويت يوم التصويت لإسقاط راشد الغنوش. هما لعبوا على الخلافات الداخلية داخل حركة النهضة، لعبوا على استثمارها، قاعدين يجيو اتصالات مكثفة داخل حركة النهضة من أجل إسقاط راشد الغنوشي. لهذا دعوة لعقلاء حركة النهضة في الشق المعادي للأستاذ راشد الغنوشي أنهم لا ينخرطوا في هذه المعركة، راهو سيسقطون راشد الغنوشي ثم سيأخذون من المحرقة. هم الآن يحضروا المحرقة سياسية جديدة، ماهيش باش تكون بتبيع على قدر ذراوة محرقة بن علي، ولكن قد تكون محرقة سياسية، بمعنى أنه الآن نعنو قيس سعيد هو الملك على تونس، ومن ثم محو التيار الإسلامي السياسي والتيار الثوري السياسي، وسيكون مساعدوه حركة الشعب وحركة أو التيار الديمقراطي، وبالتالي إعلان نظام ملكي بطريقة مغلفة وإعلان انقلاب سياسي بطريقة مغلفة. هم الآن يريدون بهذا الترذيل اللي يحدث اليوم في البرلمان، يريدون تفويضا شعبيا لقيس سعيد من أجل تفعيل فصل 80. أستاذ أنت حكيت على القراءة أنه ما ينجمش، ليه ثم قراءة قدمت لقيس سعيد خطيرة. اسمع القراءة اللي قدموها لقيس سعيد، اقترحوا عليه جهابذة التيار الديمقراطي، هذا اقتراح مدعو لقيس سعيد. قالوا له المشاورات اللي شرتها الفصل 80، المشاورات مع رئيس الحكومة والبرلمان كي تبين ابعث لهم فقط جواب. المحكمة الدستورية عوضها بالهيئة الوقتية لمراقبة الدستورية القوانين. حل البرلمان واعلن يا سياده الرئيس حاله انعقاد دائم لبرخه الفصل، يفرض حاله انعقاد دائم، خليه في انعقاد دائم الى ان ياتي برلمان اخر، ولن يدعو مطلقا لاي انتخابات مقبله. هذه القراءه الخطيره اللي قاعدين معناها يسوقوا فيها ويدعوا فيها رئيس الدوله. القراءه هذه قدموها له جهابذه التيار الديمقراطي هيكل مكي وسامي عبو ومحمد عبو، ودعوهم ايرانا الى انزال الجيش الوطني، اللي بالمناسبه تحيه لقاده الجيش الوطني اللي رفضوا وصفعوا هذا الرئيس الانقلابي على وجهه، وقالوا له سيد رئيس نحن نحترم الدستور. الجيش الوطني كانوا شرفاء ورفضوا الانخراط في هذه اللعبة القذرة.